إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم تفسير الأحلام. نبدأ بالله التوفيق مع الرسائل التي وردت إلى البرنامج. ومن الرسائل رسالة الأخ عبد القادر من مستغانم، يقول: رأيت في المنام أن مجموعة من أصدقائي قالوا تعال معنا إلى الحج، تعال معنا إلى الحج، فقبلت الدعوة لكن شرط إحضار الوالدة معي، مع العلم هي ميتة. نعم، كثيرة منها مسألة الصلاح في الدين. الحج من دلالاته يدل على صلاح الدين أو الصلاح في الدين، أيضا يدل على مسألة الثواب يرزقه صاحب هذا الرؤية، يعني ثواب، وأيضا إن كان تاجرا فإنه يربح، وإن كان مسافرا فإنه يصل، وإن كان خائف فإنه يأمن، فهو يدل أيضا على أمن من خوف، وأيضا إن كان مريضا فيدل على الشفاء، وأيضا من معانيه أنه إن لم يحج حقيقة قد يرزق الحج حقيقة والعلم عند الله، يعني كل هذه المعاني الطيبة. لكن إذا أخذنا مسألة شرط الوالدة، هذا يدل إن صدقت هذه الرؤية والعلم عند الله أنه تدعو، يعني أو تدعو للوالدة وتتصدق عليها رجاء أن يصل لها ثواب هذا الصدقة أو هذا الدعاء، يعني لما نربطه بمسألة الحج والعلم عند الله، يعني هي بشارة خير لك وللوالدة والعلم عند الله. أمين من تيارت يقول: رأتني تلميذة في المنام وقالت أنك يا أستاذي سوف تدخل الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولك الجنة، يعني هذا لا يعبر إلا أن نقول أن تصدق رؤية هذا البنت وأن تدخل الجنة. ولو أنه مسألة دخول الجنة وبهذا تحتاج إلى شواهد، هذا يدل على النصح للطلبة والنصح للتلاميذ، والمؤمن والمؤمنون بينهم يعني نصح، يعني ينصح بعضهم بعض. ومسألة التعليم وتعليم الأولاد هذا فيه أمر عظيم، وفيه يعني منقبة كثيرة كبيرة جدا للمعلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبالتالي كل من يعلم الناس الخير يعني يكون على خير بإذن الله، بل بالعكس جاء في أحاديث، يعني جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأحاديث أن معلم الناس الخير تستغفر له النمل في جحورها والحيتان في البحر، يعني وأيضا طالب العلم، ولعل يعني فيه بشارة خير يعني. وطبعا هي دخول مسائل العلم هي أيضا جنة، يعني جنة الأرض والعلم عند الله. فيه اتصال أخ محمد من شلف. الأخ محمد من شلف، تفضل. مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا بك وبأهل شلف، تفضل. مرحبا. الله يحفظك، تبارك الله فيك. أجمعين، مرحبا. نعم، أنا كنت راقد باقي واحد الزوج شوية ثلاث شوية على الفجر. نعم، تشوف الملك تاعي كنت جاي من الخدمة نمشي. إيه، تاري تاني الأمير تاع السعودية. إيه، قال لي كنت خدام، قال لي قلت له صوف، قلت له ده حلم تاعي نروح انا وزوجة تاعي لمكة، والغالب احنا ما قدرناش انا. اش قال لي هو؟ قال لي ساهل ما كاينش مشكل، نعطيك هذه الورقة كي تلحق الحج تاع الوقت الحج بربع شهور، وروح دير الكونسينا ودير الباسبورات، هما يدبروا يسالوا.
تدي كذا تقضي 4 شهور العاقل في رمضان تجي تعلم. هبط رحت الكونسيلا استقبلوا لي اكتشفوا بلي تاع الامير استقبلوا لي نورمال ودخلوني وضم بحثوني ما واحد اللي يدير الحج العمره وكذا. ايه داوني دخلوا المدينه من المدينه جينا شوف روحي في الاوتيل داخل في الكهبه في الحاره داخل. ايه هبني في الحج قلت لهم انا ما نعرفش نحج وكذا فوتنا العمره فوتنا رمضان جا الحج حجينا قال لي ما كاش مشكل قال احنا انت ما تعرفش احنا نورو كل شيء تيتبعنا وقول كيما نقولوا له. هذا صفو الحج تاعنا نورمال غادي رجعنا للجزائر عادي حتى عندنا الصبح نتاع الهوايه راه تبدل. نعم كي عندنا الصبح في الارض الاول نتاع الهوايه لقيت روحك في الجزائر لقيت روحك في الجزائر. ايه خير ان شاء الله هذه فيها خير كبير لك لكن هذه من وقت شفتها الاخ محمد عندها وقت شهرين ولا ايه شهرين الشهرين هذا اللي شفت فيهم الرؤية في الحقيقة يعني حدثت نفسك بالعمرة يعني انت من متمني العمرة ما رحت لهاش يعني في الحقيقة لا خطرة واحدين بس عزوجة ما راحتش ما أيوة ايه تقول لي ما تقول لي انا اكون الطير اللي حد اخي من عمره ايه هذا العرب الزوبري العدد 4 هذا يدل على مساله في الايمان انت في مسائل العقيده الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله محافظ على صلاتك الحمد لله ايه طيب فيه الان امر مهم عندك وعد ايه فيه وعد ولا من طيب هل وعد إنجاز وعد إما أنك وعدت واحد بشيء أو وعدك واحد بشيء لا أنا عندي وعد بشكر أني وعد الجامعة هذا البقارة اللي نعاون فيه ونجري مع عند الناس نجيب لهم هذا البيطون هذا السيمة ما شاء الله نعم هذا بلاط هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الجامعة تربي تقول لهم شكون هذا اللي يعاونكم يقول لك فلان جيد نعم 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 هذا هو هذا الوعد تاعي وانا نقول ان شاء الله نكون نكمل نصلي الجمعه ونموت اي نعم خير ان شاء الله خير ان شاء الله, إن شاء الله. الامر الاخر ما عندكش دين ما عليكش دين دين الدين ما عنديش ما عندك حتى دين الحمد لله اي عادي وعد بالشيو الدين وعد 4 ملايين و3 نورمال هذا المهم ماكش خايف منه ماشي حاجه كبيره يعني ماهيش كبيرة بتخدم في الدنيا الأربعة الموضوع الحمد لله كل شهر تعطي لهم مليون هناك كل شهر شهر مليون جملة هنا الآن في هذا الربع شهر أو الشهرين هذو اللي هل تحصلت على شيء يعني من الدولة يعني موثق؟ لا ما كان ما تحصلتش ما عندكش السكنة تاعك ساكن عادي ما عندكش مشكل في السكن عادي مش خويا اللي السكنة تاعها عادي خويا أيه. دائما يقول لي ما نكتب لك على اسمك ما نكتب ومازال ما كتبتهاش مازال ما كتبتهاش لاني قاعد ايه لازم تكتبها باش تولي على اسمك ان شاء الله ان شاء الله ايه المهم فيه بشارة خير دوك نبين لك هذا الموضوع ان شاء الله خيرا رايت شرا كفيت بارك الله فيك بارك الله فيك الاخ محمد بن شلف طبعا رؤيه مكه ودخول الحرم تدل على نفاذ وعد وصدق وعد وامن من خوف وتحقيق لي يعني مراد او امنيه او يعني ما تريد ورؤية الملوك والأشراف ويعني العلماء وأهل الخير وأهل الصلاح فيها خير فيها خير طبعا الأشياء الورقة والتوثيق وأعطيك ورقة وهذا الكلام يدل على التوثيق ولعله أنك توثق هذا الدار يعني حتى تصبح باسمك ومسألة العدد 4 هذا يدل على الإيمان والطمأنينة يعني هذا يدل على الإيمان والطمأنينة وأيضا دخول الحرم قلنا يدل على الأمن من الخوف وأيضا يدل على قضاء الدين يعني بإذن الله عز وجل سوف يعينك الله عز وجل في قضاء دينك الأمر الآخر لعله إن صدقت هذه الرؤية والعلم عند الله أنه سوف ترزق الحج حقيقة يعني إذا صدقت هذه الرؤية بإذن الله عز وجل سوف ترزق الحج والعلم عند الله أو تكون لك عمرة في رمضان لأن عمرة في رمضان كما جاء في الحديث الصحيح تعدي الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمرة في رمضان تعدي الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح والعلم عند الله يعني إذا صدقت هذا الرؤية إما عمرة في
رمضان أو حج والعلم عند الله. طبعا نكمل مع الرسائل التي وردت. قلنا حلم عبد القادر أيضا من الصالم يقول رأيت في المنام أن مجموعة من الأشخاص قالوا تعالى معنا إلى الحج، نعم فقبلت الدعوة لكن بشرط. هذا في خير لك وللوالدة، وهو بحصول الثواب إن صدقت هذه الرؤية والعلم عند الله. إن كنت في خوف فإنه أمن، إن كنت مريض فهو شفاء، إن كنت يعني في دين فإن الله عز وجل يقضي دينك، ولعلك ترزق الحج حقيقة. لكن ما دام وجود اشتراط الوالدة وهي متوفية فهذا فيه دليل أو إشارة إلى مسألة الدعاء لها والتصدق عليها، لعل الله عز وجل يقبل منا ومنك صالح العمل. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنك صالح العمل، فيصلها يعني ثواب هذا الصدقة أو هذا الدعاء والعلم عند الله. أيضا من الرسائل التي وردت سيد علي من عين تيموشنت متزوج يقول رأيت في المنام بعد عذاب من انتظار رزقنا بمولود 4 سنوات، ثم بعد 6 أشهر يبدو أنه فيه اتصال. الأخت سمية من البيض، أهلا بك وبأهل البيض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. مرحبا بك الأخت سمية. نعم الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. نعم شيخ، عندي رؤية. تفضلي، خير رأيتي شر كفيتي إن شاء الله. نعم عندي شفت روحي في المنام. نعم شفت روحي شغل صانعة هكا كيما المسجد وهو في دارنا الفوق. وشفت روحي شغل طحت منه، بقيت شادة الفوق، من بعد هيك طحت كي طحت قلت ملي كيفاش انا من طحت وما صار والو. نعم هذا مكان. ايه هذا مكان، وعندي رؤية واحدة أخرى. نعم دائما خماماتي هكا نشوف حاجات هكا الكلاب ولا دائما مرايا. نعم ايه. كي نوض هكا من هنا نوض نبكي ولا. نعم. تنوضي مفزوعة يعني خايف. تنوضي مفزوعة خايفة. ايه نوض خايفه ونوض هكا نخاف من الدار ونبقى نخاف في الدار ونبقى نبكي. نبقى نبكي نعم ايه خير. انت ماكثه بالبيت. ماكثه بالبيت، ما كيش تقري في طفله ولا بنات القران في داركم؟ ما كيش تقري تقري القران؟ تعرفي تقري القران؟ ايه نقرا القران. وتحفظي القران؟ لا ما كيش تقري في بنات يعني في القرآن في داركم؟ لا ما نقريش شغل أنا يا كي نقرا هكا ولا ندخل في الخدمة ما نطولش فيها شوية ونخلي. إيه لأنه المسجد في الدار يدل على مسألة القرآن، هذا علاش سألتك هذا السؤال باش نخرج باش نروحوا لوجه آخر. هذه رؤية المسجد وأنه في داركم من وقتاش شفتيها يعني من وقتاش؟ والله ما نعرف ما نفعت للشيخنا. طيب في الفيريود هذه أو الفترة هذه اللي شفتيها ما عندكش ما تعانيش من مرض معين؟ لا ما عندكش الحمد لله. الحمد لله. أنت مخطوبة ولا ما كيش مخطوبة في لا ما نش مخطوبة شو مخطوبة كنت... طيب سؤالي كنت مخطوبة وتفسخت الخطوبة؟ ايه كنت مخطوبة. بعدها شفتي هذه الرؤية؟ جيد جيد نعم. طيب مسألة الكلاب هذه أنت عندك صحاباتك ولا لا؟ لا ما عندي. طيب تحسي باللي الناس يتكلموا في غيبتك يعني في الغيبة نتاعك يجيك خبار باللي راهم يهضروا فيك مثلا؟ ايه نسمع خبار. يلا خير رأيتي شر كفيتي، دوك نبين لك هذا الموضوع إن صدقت هذه الرؤية صح. شكرا. الأخت سمية من البيض، أما الأولى فهي فسخ للخطوبة يعني الطلوع ثم الـ يعني اللي قلتي شفت روحي طحت وما صار لي ولا يعني ما لم يتم هذا الأمر، وبالتالي استبشري خير لعل فيها خير بإذن الله عز وجل، وظن في الله عز وجل ظن حسن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذه رؤية الكلاب تدل على عدو ضعيف أو غيبة في ظهرك بدون علمك، فلا تنتبهي لهذا ولا يضرك هذا بإذن الله عز وجل، لأن كما قيل القافلة تسير والكلاب تنبح. هذا والله أعلم يعني.
قلنا نكمل رسالة الأخ سيدالي من عين تيموشنت متزوج، قال رأيت في المنام بعد عذاب من انتظار رزقنا بمولود 4 سنوات، ثم بعد 6 أشهر توفي، رأيت عصفور صغير، يعني عصفور 2 طيور، وأتكلم معهم وأمرهم أن يقفوا فوق إصبعي، ثم أقول فوق كتفي فيصعدوا، ثم يدخل في معطفي ويستأنس بي وأنا كذلك. طبعا العصفور بهذه الطريقة وبهذا يدل على يعني الولد. طبعا إذا لم تكن، أو هذا يدل على ولدين، يعني ترزق بإذن الله إن صدقت هذه الرؤية والعلم عند الله، يعني ولدين مطيعين، يعني وتأنس بهما ويأنس بك بإذن الله عز وجل، ويعني دخل الفرحة في الدار، يعني والدخول المعطف هذا يدل على الحنان وعلى الدفء وعلى المودة وعلى الرحمة وعلى التراحم وعلى حسن التربية. كل هذه المعاني تدلها والعلم عند الله، والعلم عند الله. أيضا من الرسائل التي وصلت رسالة الأخت نعيمة من العاصمة، تقول متزوجة، رأيت في المنام مع العلم كنا سوف نشتري منزل صديق زوجي، ورأيت عرس في المنزل، وكأن صديق آخر سوف يتزوج فيه وينظر إليه بنظرة غريبة، وأنا أبكي بكاء شديد حتى أشفق زوجي علي وخائف أن يضيع مني المنزل. هذا لا يعبر، هذا من أحاديث النفس التي لا تعبر. أنتما اشتريتوا دار وخايفة لا تروح عليكم الدار، وشفتي هذا في المنام، يعني لا يعبر، هذا حديث نفس. لكن ما تخافيش، ما تروحش الدار، لأنه مكتوب حد ما يدي حد. ساعد من تيارت أيضا 35 سنة، أعزب، يقول رأيت في المنام دائما أحمل سلاح ناري، وفي آخر حلم رأيت بأنني أستعمله. هذا إن صدقت هذه الرؤية بهذا الشاهد فهذا يدل على قرب الزواج، يعني استبشر خيرا، فهذا يدل على قرب زواجك والعلم عند الله، هذا يدل على قرب زواجك والعلم عند الله. أيضا من الرسائل التي وردت إلى البرنامج رسالة الأخ عمار من سطيف، يقول رأى في منامه خاله صالح متوفي منذ عامين، جاء إلى منزله مع ابنته وأعطى لابنته معطفين وقال لها أعطيهم لعمار، معطف يضعه تحت رأسه والآخر يتغطى به، وابنته حامل، وقال لها سمي ابنتي أو ابنتك بنجاة. نعم، هذا فيه بشارة بمولود، ولعلها أنثى، يعني على حساب الرؤية، ولعله يعني تصدق هذا الرؤية وتسموا البنت هذه ما دام بنتك حامل، تسميها بنجاة. نسأل الله عز وجل لنا ولك ولأهلك ولجميع المسلمين والمشاهدين النجاة في الدنيا والآخرة والعلم عند الله. لم يبقى معي أيها المشاهدون الكرام إلا أن أشكر لكم كرم المشاهدة وطيب الإصغاء، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.